الآن اليهود بالعالم، ما قلنا الدنيا بثرواتها، أمريكا بالعالم أغنى دولة في العالم، لكن لا، الله ما يحب، والله لا يحب كل مختال فخور. شلون فخور؟ الذين افتح القرآن، افتح القرآن، الذين يبخلون، مو بس هو يبخل، ويأمرون الناس بالبخل، هم هو بخيل، وهم إذا شاف واحد يريد يخلل واحد يقول لا 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 تعطيه، هذا عنده، هذا ما يستاهل، هذا مبغوض عند الله، هذا يعتبر لئيم، عندنا بخيل وعندنا لئيم. اللئيم مضافا إلى بخله يبخل الآخرين، وهذا مبغوض عند الله. بعكس الكريم، الكريم إذا عنده ينطي، وإذا ما عنده يشجع الناس على العطاء. فيا مؤمنين، أنتوا الآن عند الحسين، الحسين إمام كريم، اتعلموا من كرم الحسين، من أدب الحسين، من خلق الحسين.